بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها الشكل الرباعي الدائري. والشكل الرباعي الدائري ده من أهم الدروس اللي عندنا في المنهج بتاع الهندسة، بيجيلك فيه أكتر من مسألة في الامتحان، فمن الدروس المهمة جدا اللي لازم سعادتك تبقى مركز فيها تركيز جامد شوية. الدرس بتاعنا بنتكلم عن الشكل الرباعي الدائري. أول حاجة تعريف الشكل الرباعي الدائري. إيه هو الشكل الرباعي الدائري؟ بيقول لنا هو شكل رباعي تنتمي جميع رؤوسه لدائرة واحدة. هو شكل رباعي تنتمي جميع رؤوسه لدائرة واحدة، أو تقع الأربع رؤوس على دايرة واحدة، زي الشكل اللي قصاد مني ده. عندنا النقطة ألف بتنتمي للدايرة، وعندنا النقطة ب بتنتمي للدايرة، وعندنا النقطة ج بتنتمي للدايرة، وعندنا النقطة د بتنتمي للدايرة. فالأربع رؤوس اللي عندي بينتموا لدايرة واحدة. طيب بيقول لنا الشكل الرباعي ده ليه بعض الخواص. ايه هي الخواص بتاعة الشكل الرباعي الدائري كده نركز فيها مع بعض. بيقول لنا رقم واحد في الشكل الرباعي الدائري، كل زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة. وفي جهة واحدة منها متساويتان في القياس. متساويتان في القياس زي ايه مثلا؟ زي لو عندنا دايرة بالمنظر ده، وجيت رسمت لك هنا شكل رباعي. الشكل الرباعي هنلاقي ان رؤوس الاربعة بتنتمي للدايرة واحدة، فده كده شكل رباعي دايري. لو جيت وصلت الالف جيم وصلت ال ب د، نركز كده مع بعض. هنبص كده هنلاقي ان انا لما وصلت القطرين دول قسموا لي الزوايا بتاعت الشكل لتمن زوايا. زاوية واحد، اتنين، زاوية تلاتة، زاوية اربعة، زاوية خمسة، زاوية ستة، زاوية سبعة، زاوية تمانية. هلاقي ان كل زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها بيبقوا متساويتين في القياس. زي مين مثلا؟ زي زاوية واحد وزاوية اربعة. نبص كده على زاوية واحد، هلاقي ان زاوية واحد مرسومة على القاعدة ب ج، مرسومة على القاعدة مين؟ ب ج. وزاوية اربعة مرسومة على نفس القاعدة ب ج. طب ايه العلاقة اللي ما بينهم؟ لو احنا شلنا القاعدة اللي هي ب ج دي، هنلاقي ان زاوية واحد زاوية محيطية مرسومة على القوس ب ج، وزاوية اربعة زاوية برضو محيطية مرسومة على نفس القوس. واحنا واخدين ان الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس بتبقى مالها؟ بتبقى زوايا متساوية في القياس. فبناء عليه لو انا شلت الدايرة بتاعتي دي وقلت ان ده شكل رباعي دايري، هنستنتج ان زاوية واحد وزاوية اربعة زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها بيبقوا مالهم؟ متساويتين في القياس. طب مين تاني الزوايا المتساوية في القياس؟ نبص كده مع بعض على زاوية اتنين وزاوية سبعة. هنلاقي زاوية اتنين مرسومة على القوس د ج، وزاوية سبعة مرسومة على نفس القوس د ج. يعني احنا لو بنتكلم في الدايرة هنلاقي ان زاوية اتنين وزاوية سبعة مرسومين على نفس القوس، يبقى معنى كده الزاويتين محيطيتان مشتركتان في قوس واحد بيبقوا برضه مالهم؟ متساويتان في القياس. طب زاوية اتنين وزاوية سبعة لو انا ما سبت الدايرة، لو انا شلت الدايرة كأن الدايرة مش موجودة، هنلاقي ان هما زاويتين موجودين في شكل رباعي والاتنين مرسومين على قاعدة واحدة اللي هي د ج. فبناء عليه هنستنتج ان زاوية اتنين وزاوية سبعة زاويتين برضه متساويتين في القياس. يبقى لو هو ما جابليش دايرة اصلا وقال لنا ان الشكل ده شكل رباعي دائري، فمعنى كده نستنتج ان كل زاويتين مرسومتين على قاعدة واحد وفي جهة واحدة منها بيبقوا متساويتين في الايه؟ متساويتين في القياس. وهنلاقي عندنا هنا بالمثل، هنلاقي ان عندنا زاوية تلاتة وزاوية ستة، الزاويتان مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، فيبقى زاوية تلاتة وزاوية ستة برضو زاويتان متساويتان في القياس. وبالمثل هنلاقي عندنا زاوية ستة سوري بالمثل هنلاقي عندنا زاوية تمانية وزاوية خمسة، برضو هنلاقي زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، فيبقوا متساويتان في القياس. يبقى خاصية رقم واحد كده نستنتج ان في الشكل الرباعي الدائري كل زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها بيبقوا مالهم؟ بيبقوا متساويتان في القياس. وعندنا بقى عكس الخاصية اللي فاتت، بيقول لنا إذا كان قياس زاويتين مشتركتين في القاعدة وفي جهة واحدة منها متساويتان في القياس كان الشكل الرباعي دائري. يعني ايه الكلام ده؟
يعني عشان سعادتك تثبت ان الشكل قباعي دائري لازم تجيب لي زاويتين مشتركتين في قاعدة واحدة ويكونوا متساويتين في الايه، في القياس. لو سعادتك لقيت لي زاويتين مشتركتين في قاعدة واحدة ومتساويتين في القياس، يبقى معنى كده الشكل اللي عندي شكل رباعي دائري. طب لو ما لقيتش، يبقى معنى كده ان الشكل اللي عندي شكل ليس رباعي دائري. نشوف مع بعض شوية امثلة على الجزئية. يجيب لنا مثال زي اللي قصاد مني ده، بيقول لنا هنا في الشكل المقابل ا ب قط في الدائرة م، وجايب ان س منتصف ا ج، وجايب ان س م يقطع مماس الدائرة عند ب في ص، اثبت ان الشكل ا س ب ص شكل رباعي دائري. عايز يثبت ان الشكل ا س ب ص شكل رباعي دائري. هنثبتها ازاي؟ نركز كده مع بعضينا. هنبدا نبص على المعطيات اللي عندي. اول معطى عندنا جايب لنا ان س منتصف ا ج، واحنا واخدين من اول درس خالص ان انا اول ما الاقي كلمة منتصف يبقى عمودي، اول ما الاقي كلمة منتصف يبقى عمودي. فبما ان س منتصف ا ج، يبقى معنى ان كده ان ميم س عمودي على ا ج، فتبقى قياس زاوية ميم س ا هتبقى قياسها بكام؟ ب90 درجة. دي اول جزئية عندنا في المسألة. الجزئية اللي بعدها جايب لنا هنا ان ب ص مماس للدايرة. طب لما ب ص مماس للدايرة، واخدين من الدرس التاني ان المماس بيصنع مع نصف القطر زاوية قياسها 90، يعني اول ما الاقي مماس ونص قطر يبقى قياس زاوية ميم ب ص قياسها برضه بكام؟ ب90 درجة. هنلاقي ان زاوية س ب90 وزاوية ب ب90 وهما مشتركتان في قاعدة واحدة اللي هي ا ص، وفي جهة واحدة منها، فمن هنا نقدر نستنتج ان الشكل بتاعنا شكل رباعي دائري. يبقى تاني كده فكرة المسألة، أول حاجة في المسألة عندنا س منتصف ا ج، يبقى م س عمودي على ا ج، ويبقى قياس ا س م بتساوي 90 درجة. الحاجة اللي بعديها ب ص مماس للدايرة، فاحنا واخدين ان المماس للدايرة بيبقى عمودي على نص قطر، فهنستنتج من هنا ان قياس م ب ص بتساوي برضه 90 درجة. هنلاقي ان الزاويتين اللي عندي دول متساويتين في القياس ومشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة من اللي هي ا ص، فمن هنا هنستنتج ان الشكل ماله؟ شكل رباعي دائري. نشوف بقى مع بعضينا البرهان ده بنكتبه ازاي. اول حاجة عندنا هنا بنقول بما ان س منتصف ا ج، يبقى اذا م س عمودي على الالف جيم، وتبقى قياس زاوية ميم سين جيم تساوي 90 درجة. دي اول حاجة. الحاجة اللي بعديها هنبص كده ميم سين، بس احنا هنا هنحتاج ميم سين الف هي اللي ب90 درجة. الحاجة اللي بعديها بما ان عندنا ب ص مماس للدائرة، وأول لما الاقي مماس بيبقى ماله؟ يبقى إذا الب ص اللي هو المماس ده عمودي على نص القطر، فعمودي على الميم ب، فبناء عليه هتبقى قياس زاوية ميم ب ص، هتبقى قياس زاوية ميم ب ص، قياس زاوية ميم ب ص هتساوي كام؟ هتساوي 90 درجة. ونسمي دي 2، هنقول من 1 و2 بما ان قياس ميم سين الف يساوي قياس ميم ب ص وهما مشتركتان في قاعدة واحدة إذن الشكل رباعي دائري. إذن الشكل رباعي دائري وهو المطلوب إثباته. ومعنا مثال تاني هنا من الأمثلة المهمة جدا، جايب لنا أ ب ج د شكل رباعي دائري، وجايب إن أ ه ينصف زاوية ب أ ج، وده واو ينصف زاوية ب د ج، وعايز يثبت إن الشكل أ ه واو د شكل رباعي دائري. نركز كده مع بعض. اول حاجه هو جايب لنا ان الشكل ا ب ج د شكل رباعي دائري، ولو حتى هو ما ذكرش عندي في المساله ان الشكل ده رباعي دائري، باين جدا من الرسمه ان عندنا رؤوس الشكل اللي هي ا
و ب و ج و د بينتموا لدايرة واحدة اللي هي مركزها ميم. هو مش جايب لي ان مركزها هنا ميم، بس مثلا لو هي مركزها ميم هنلاقي ان عندنا الشكل الرباعي بتاعنا الاربع رؤوس أ و ب و ج و د بينتموا لدايرة واحدة، فيبقى الشكل بتاعنا ده رباعي دايري. فلما الشكل بتاعنا ده رباعي دائري، ايه الحاجة اللي احنا هنستنتجها؟ احنا اتفقنا ان كل زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها بيبقوا متساويتان في القياس. فهنبص كده هنلاقي زاوية ب أ ج، شايفين زاوية ب أ ج وزاوية ب د ج، دول زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة اللي هي ب ج وفي جهة واحدة منها. فمن هنا نستنتج ان زاوية ب أ ج كلها قد زاوية ب د ج كلها. طب لما عندي زاوية ب أ ج كلها قد زاوية ب د ج كلها، هنقدر نستنتج ان نص زاوية ب أ ج اللي هي زاوية ه أ واو اللي هي الزاوية الصغيرة دي تساوي زاوية تساوي نص زاوية ب د ج اللي هي زاوية ه د واو اللي هي برضه الزاوية الصغيرة دي. طب عندنا كده الزاويتين ه أ واو وواو د ه زاويتان متساويتان في القياس ومرسومتان على قاعدة واحدة اللي هي ه واو وفي جهة واحدة منها. فمن هنا نقدر نستنتج ان الشكل أ ه واو د شكل رباعي دائري. يبقى تاني كده، يبقى أول حاجة عندنا هنا في المسألة هلاقي ان عندنا الشكل أ ب ج د شكل رباعي دائري، هو مديهالي هنا في المسألة. وقلت لو مش مديهالي هي باين من الشكل ان احنا عندنا الأربع نقط أ و ب و ج و د اللي هي رؤوس الشكل بتنتمي لدائرة واحدة. فهنستنتج من هنا ان زاوية ب أ ج كلها اللي هي زاوية ب أ ج كلها تساوي زاوية ب د ج كلها. وعندنا أ ه ينصف زاوية أ و د واو ينصف زاوية د، يبقى معنى كده ان نص زاوية أ اللي هي الزاوية الصغيرة دي اللي هي زاوية ه أ واو بتساوي نص زاوية د اللي هتبقى زاوية واو د ه. فلما زاوية ه أ واو تساوي زاوية ه د واو وهما مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها اللي هي ه واو، فمن هنا نقدر نستنتج ان الشكل أ ه واو د شكل رباعي دائري. نشوف مع بعضينا المطلوب ده هنكتبه ازاي مع بعض. يبقى احنا اتفقنا اول حاجة بما ان أ ب ج د شكل رباعي دائري، اذا قياس زاوية ب أ ج هتساوي قياس زاوية ب د ج عشان مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها. هنقول بقى بما أن احنا عندنا هنا الألف ه ينصف زاوية ب أ ج وعندنا الدال واو ينصف زاوية ب د ج، فمن هنا هنستنتج إن قياس ه أ واو ه أ واو تساوي قياس ه د واو وهما مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها. إذن الشكل اسمه يبقى الشكل بتاعنا أ ه واو د شكل رباعي دائري. أ ه واو د رباعي دائري، يبقى ده كده المطلوب الأول. نركز بقى مع بعضينا في المطلوب التاني عايز مننا ايه. المطلوب التاني كان نشوف مع بعضينا عايز يثبت ان ال ه واو يوازي ال ب ج، عايز يثبت ان ال ه واو يوازي ال ب ج. حاجه زي دي بقى نثبتها مع بعض ازاي؟ نركز كده مع بعض في المساله. الفكره ان انا عندي الشكل اللي قصاد مني فيه شكلين رباعي دائري، هنستفاد من كل واحد منهم على حدة. يعني هنلاقي أول حاجة إن احنا أثبتنا إن الشكل د أ ه واو شكل رباعي دائري، الشكل اللي هو متظلل بالأسود اللي هو د أ ه
ايه واو شكله رباعي دائري. طب لما هو شكله رباعي دائري هنستنتج ان كل زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها متساويتين في القياس، زي مين؟ زي زاوية د أ واو اللي هي زاوية واحد دي مثلا، هتساوي زاوية د ه واو اللي هي زاوية اتنين، عشان مشتركتين في قاعدة واحدة اللي هي د واو وفي جهة واحدة منها. يبقى عندنا تاني كده زاوية د أ واو وزاوية د ه واو مشتركتين في قاعدة واحدة اللي هي د واو وفي جهة واحدة منها، يبقى زاوية واحد قد زاوية اتنين. عندنا ايه كمان؟ عندنا هنستفاد من الشكل الكبير أ ب ج د، ده برضه شكله رباعي دائري. هلاقي ان نفس الزاوية اللي هي زاوية واحد دي هنلاقيها مشتركة مع زاوية د ب ج اللي احنا هنسميها مثلا تلاتة في قاعدة واحدة اللي هي مين؟ د ج وفي جهة واحدة منها. هنلاقي ان زاوية واحد د أ ج بتساوي زاوية تلاتة د ب ج، عشان مشتركتين في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها اللي هي د ج. فمن هنا هنلاقي ان زاوية واحد مرة بتساوي زاوية اتنين، وزاوية واحد بتساوي زاوية تلاتة. فمن هنا هنقدر نستنتج ان زاوية اتنين تساوي زاوية تلاتة وهما في وضع تناظر. فمن هنا هنقدر نستنتج ان اله واو يوازي ال ب ج. يبقى تاني كده فكرة المسألة. يبقى اول حاجة في المسألة احنا عندنا هنا شكلين رباعي دائري، الشكل الصغير ا ه واو د ده شكل رباعي دائري، هنستفاد منها ان زاوية د ا واو اللي هي زاوية رقم واحد بتساوي زاوية د ه واو اللي هي الزاوية رقم اتنين، عشان مشتركتين في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها. بالنسبة للشكل الكبير ا ب ج د هنلاقي ان عندنا زاوية واحد برضه اللي هي د ا ج تساوي زاوية د ب ج، عشان برضه مشتركتين في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، فيبقى زاوية واحد قد زاوية تلاتة. يبقى مرة عندنا زاوية واحد قد زاوية اتنين، ومرة عندنا زاوية واحد قد زاوية تلاتة، فهنستنتج ان زاوية اتنين قد زاوية تلاتة وهما مشتركتين في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها. يبقى اذا الشكل بتاعنا شكل رباعي دائري. نشوف بقى المعطى التاني ده او المطلوب التاني اللي هو عايز يجيبه هنحله مع بعض ازاي. هنقول أول حاجة بما أن الشكل أ ب ج د رباعي دائري، يبقى إذن قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية تلاتة، عشان مشتركتان في نفس القوس، مشتركتان في نفس القوس. ايه كمان عندنا هنا؟ بما ان ألف ه واو دال ألف ه واو دال رباعي دائري، يبقى اذا قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية اتنين، عشان برضو مشتركتان في نفس القوس. هنسمي الاولانية دي واحد، هنسمي التانية دي اتنين، هنقول من واحد واتنين، يبقى اذا قياس زاوية اتنين تساوي قياس زاوية تلاتة وهما في وضع تناظر. يبقى اذا اله واو يوازي ال ب ج، وهو المطلوب اثباته. مثال تاني معانا هنا بيقول لنا، جايب لنا مثلث ا ب ج، قال لنا ان الالف ب يساوي الالف ج، وجايب ان ال ب س ينصف زاويه ب ويقطع ا ج في س، وال ب ص ينصف زاويه ج ويقطع ال ب في ص. اول حاجه عايز يثبت ان الشكل ا ب ج د شكله رباعي دائري. عايز يثبت ان الشكل بتاعنا ا ب ج د شكله رباعي دائري. طب حاجة زي دي نثبتها ازاي؟ نركز كده مع بعضينا. أول حاجة عندي هنا في المسألة جايب لنا أ ب ج مثلث، وجايب إن أ ب
يساوي الالف جيم. فلما الالف ب بيساوي الالف جيم، احنا عارفين دايما القاعدة بتاعتنا ان اول ما بلاقي ضلع قد ضلع تبقى زاوية قد زاوية، فمن هنا هنستنتج ان زاوية ب تساوي زاوية جيم، يبقى قياس زاوية ب بيساوي قياس زاوية مين؟ زاوية جيم. الحاجة اللي بعدها هو قال لنا ب س بينصف زاوية ب، وجايب لنا ان ب ص ينصف زاوية، ان ج ص ينصف زاوية ج. طب لما ب س بينصف زاوية ب وج ص بينصف زاوية ج، فهنستنتج ان نص زاوية ب اللي هي ألف ب س اللي هي رقم واحد تساوي نص زاوية ج اللي هي زاوية س ج ص اللي هي رقم اتنين. وهنلاقي ان واحد واتنين زاويتان مشتركتان في قاعدة واحدة اللي هو س ص وفي جهة واحدة منها، فمن هنا نقدر نستنتج ان الشكل بتاعنا شكل رباعي دائري. يبقى تاني كده فكرة المسألة، عندنا الضلع ألف ب بيساوي الضلع ألف ج، يبقى زاوية ب كلها بتساوي زاوية ج كلها. عندنا ب س بينصف زاوية ب وج ص بينصف زاوية ج، يبقى نص زاوية ب اللي هي رقم واحد بيساوي نص زاوية ج اللي هي رقم اتنين، وهما مشتركتين في قاعدة واحدة اللي هي س ص وفي جهة واحدة منها، يبقى الشكل ماله؟ شكل رباعي دائري. نشوفها مع بعض بنكتبها ازاي. أول حاجة بنقول بما أن الألف ب يساوي الألف ج، يبقى إذا قياس زاوية ب كلها تساوي قياس زاوية ج كلها. هنقول بما أن ال ب س ينصف زاوية ب، وعندنا ان الجيم صاد ينصف زاوية جيم، يبقى اذا قياس صاد ب س يساوي قياس س جيم صاد، وهما مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، إذن الشكل س ج ب ص رباعي دائري، وده كده المطلوب الأول. هنشوف بقى مع بعض المطلوب التاني. المطلوب التاني بتاعنا عايز يثبت إن س ص بيوازي ب ج. إزاي نثبت إن س ص بيوازي ب ج؟ الفكرة إن إحنا عندنا زاوية ب كلها بتساوي زاوية ج كلها، فنص زاوية ب اللي هي رقم واحد تساوي نص زاوية ج اللي هي رقم اتنين. الحاجة اللي بعدها احنا لسه قايلين ان الشكل س ص ب ج عبارة عن شكل ماله؟ شكل رباعي دائري. فنقدر نستنتج ان زاوية تلاتة تساوي زاوية واحد عشان مرسومتان على نفس القاعدة وفي جهة واحدة منها، فزاوية واحد قد زاوية تلاتة. يبقى احنا عندنا كده زاوية واحد قد تلاتة وواحد قد اتنين. ايه الحاجة اللي نستنتجها؟ نستنتج ان زاوية اتنين تساوي زاوية تلاتة، وهما في وضع ايه ده؟ ده حرف الايه؟ وضع زد، وضع تبادل. يبقى معنى كده نقدر نستنتج ان س ص يوازي ب ج. يبقى تاني كده فكرة السؤال، اول حاجة احنا عندنا زاوية ب كلها بتساوي زاوية ج كلها، يبقى نص زاوية ب اللي هي رقم واحد يساوي نص زاوية ج اللي هي رقم اتنين. واحنا عندنا الشكل س ص ب ج شكل رباعي دائري، احنا لسه ثابتنا حالا، فمن هنا نقدر نستنتج ان زاوية تلاتة وزاوية واحد مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، يبقى الزاويتين متساويتين في القياس. طب احنا عندنا كده زاوية واحد بتساوي زاوية تلاتة من الشكل الرباعي الدائري، وزاوية واحد بتساوي زاوية اتنين، فهنستنتج ان زاوية اتنين تساوي زاوية تلاتة وهما في وضع تبادل، يبقى من هنا س ص يوازي ال ب ج. نشوف بقى مع بعض بنكتبها ازاي. نفتح صفحة جديدة. يبقى احنا عندنا هنا بما ان قياس زاوية س ب ج تساوي قياس زاوية ص ج ب، ونسمي دي واحد.
الحاجة اللي بعديها، بما ان الشكل س ص ب ج رباعي دائري، يبقى نقدر نقول ان قياس زاوية س ص ج س ص ج تساوي قياس زاوية س ب ج. نسمي ده 2، هنقول من 1 و2، من 1 و2. إذن الشكل أو إذن سوري قياس قياس هنستنتج إن قياس س ص ج تساوي قياس ص ج ب، وهما في وضع ايه؟ وهما في وضع تبادل. يبقى اذا من هنا نقدر نستنتج ان السين صاد يوازي البه جيم، وهو المطلوب اثباته. نشوف مع بعضنا بقى مثال تاني، ومن الامثلة المهمة جدا. بيقول لنا هنا ألف ب ج د متوازي أضلاع، وجاب لنا إن ه بتنتمي لج د، بحيث إن الب ه يساوي الألف د. عايز يثبت إن شكل ألف ب د ه شكل رباعي دائري. من الأفكار المحترمة اللي في الدرس ده، اللي مش بسهولة إن أي حد يعرف يجيبها لوحده. فكرة المسألة إن أول حاجة ألف ب ج د متوازي أضلاع، وإحنا عندنا خاصية من خواص متوازي الأضلاع بتقول لنا إن كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني زاوية أ اللي هي زاوية 1 بتساوي زاوية ج اللي هي زاوية 2. ده من خواص متوازي الأضلاع. الحاجة اللي بعديها قال لنا إن الألف دال الألف دال يساوي ال ب ه. طب وإحنا عندنا أصلا من خواص متوازي الأضلاع إن كل ضلعان متقابلان متساويان، فيبقى الألف دال يساوي ال ب ج. يبقى إحنا عندنا الألف دال يساوي ال ب ه، والألف دال يساوي ال ب ج. فمن هنا هنستنتج ان ال ب ه يساوي ال ب ج. يبقى من هنا قدرنا نستنتج ان ال ب ه بيساوي ال ب ج. فلما ال ب ه بيساوي ال ب ج، يبقى المثلث ه ب ج ده مثلث متساوي الساقين. فلما المثلث ده مثلث متساوي الساقين، هنستنتج ان زاوية ج قد زاوية ه اللي هي زاوية 2 قد زاوية 3. يبقى احنا كده عندنا من خواص متوازي الاضلاع زاوية 1 قد زاوية 2. وعشان المثلث ب ه ج مثلث متساوي الساقين، فقلنا ان زاوية 2 بيساوي زاوية 3. طب لما 1 قد 2 و2 قد 3، هنقدر نستنتج ان 1 قد 3. هنلاقي ان زاوية 1 وزاوية 3 مشتركتان في قاعدة واحدة اللي هي ب د وفي ج واحدة منها. يبقى اذا الشكل ا ب د ه شكل رباعي دائري، وده المطلوب اثباته. نشوف احنا كاتبينها مع بعض ازاي واحدة واحدة. اول حاجه في المساله احنا قلنا ان عندنا ا ب ج د متوازي اضلاع، يبقى قياس زاويه ب ا د اللي احنا قلنا عليها رقم 1 تساوي قياس زاويه ج اللي هي رقم 2. الحاجه اللي بعدها عندنا هنا ال ب ه يساوي ج د. فلما ال ب ه يساوي ج د، ادي ال ب ه بيساوي بيساوي ال ا د، والالف د اصلا بيساوي ال ب ج. يعني ال ب ه بيساوي الالف د، والالف د اصلا بيساوي البه ج من خواص متوازي الاضلاع، فهنستنتج ان البه ه بيساوي البه ج. جميل. طب لما عندنا البه ه بيساوي البه ج، هنقدر نستنتج ان المثلث به ه ج مثلث متساوي الساقين. طب لما المثلث متساوي الساقين، هنستنتج ان قياس به ج ه اللي هو الزاويه رقم 2 بيساوي قياس به ه ج اللي هي الزاويه اللي انا سميتها رقم 3. يبقى احنا عندنا زاويه 1 زي ما قلنا ورا كده، زاويه 1 بتساوي زاويه 2، زاويه 1 تساوي زاويه 2، وزاويه 2 تساوي زاويه 3. فمن هنا هنستنتج ان زاويه 1 تساوي زاويه كام؟ تساوي زاويه 3. لما زاويه 1 بتساوي زاويه 3 وهما مشتركتان في قاعده واحده اللي هي القاعدة ب د، فيبقى الشكل ماله؟ شكل رباعي دائري، وهو المطلوب اثباته. وهو المطلوب اثباته. نشوف مع بعض مثال هنا من المسائل السهلة جدا. بيقول لنا ا ب قطر في الدائرة م، و د ينتمي للشعاع ا ب،
بحيث ان د لا تنتمي للقطعة المستقيمة ا ب، يعني د خارج ال ب مش ما بين ال وال ب. قال لنا نرسم د ه عمودي على ا ب، و ج ينتمي للقوس ا ب، بحيث ان ج ب تقاطع د ه في النقطة ه. عايز يثبت ان شكل ا ج د ه شكل رباعي دائري. الفكرة عندنا ان اول ما يقول لي ان ا ب قطر في الدايرة، ا ب ده قطر في الدايرة، احنا عارفين ان الزاوية المحيطية المرسومة على نص دايرة بيبقى قياسها 90 درجة. فلما يقول لي الألف ب قطر في الدايرة يبقى معنى كده ان قياس زاوية ألف ج ب الزاوية المحيطية دي قياسها هيبقى بكام؟ هتبقى ب90 درجة. طب هو جايب لنا ان الألف د عمودي على الدال ه، فيبقى زاوية ألف د ه دي برضه بكام؟ ب90 درجة. هلاقي ان زاوية ج ب90 درجة وزاوية د ب90 درجة وهما مشتركتان في القاعدة ألف ه وفي جهة واحدة منها. فمن هنا نقدر نستنتج ان الشكل ا ج د ه شكل رباعي دائري، وده اللي احنا كاتبينه عندكم في البرهان زي ما باين في شكل ا ب قطر في الدايره يبقى قياس ا ج ب ب90 درجه. وعندنا هنا جايب لنا بما ان قياس ا د ه يساوي 90 درجه وهما مشتركتان في قاعده واحده اللي هي ا ه وفي جهه واحده منها، فاذا الشكل ا ج د ه شكل رباعي دائري. نشوف مع بعض مثال تاني، مثال من الأمثلة المهمة جدا واللي جه مرتين قبل كده برضه في محافظة اسكندرية. المسألة بتقول لنا، على فكرة المسألة دي مش مرسومة، أنت اللي بترسمها. يقول لنا أ ب ج مثلث مرسوم داخل دايرة س. فأول حاجة بنرسم المثلث أ ب ج مرسوم داخل الدايرة م. س ينتمي للقوس أ ب، فعملنا هنا النقطة س بتنتمي للقوس أ ب. ص ينتمي للقوس أ ج، فعملت هنا النقطة ص بتنتمي للقوس أ ج، بحيث إن قياس القوس أ س يساوي قياس القوس أ ص، فعملت كده شرط إن القوس أ س بتساوي قياس القوس أ ص. قال لنا إن ج س وصل ج س، يعني تقاطع الأ ب في النقطة د، يبقى عندنا الج س وصلت الج بالس وقطعت الأ ب في النقطة د، وصلت ال ب بالصاد وقطعت ال ا ج في النقطة ه. عايز يثبت ان الشكل د ب ج ه شكل رباعي دائري. هنثبتها ازاي؟ هنبص كده في المسألة، هلاقي ان انا عندي ان قوس ا س يساوي القوس قياس القوس ا س يساوي قياس القوس ا ص. واحنا عارفين ان لما بيبقى عندي قوس قد قوس يبقى زاوية محيطية قد زاوية محيطية، فمن هنا هنستنتج ان قياس زاوية ا ج س المحيطية هتساوي قياس ألف، هنقول ألف ج س هتساوي قياس ألف ب ه أو ألف ب ص برضو المحيطية، وهما مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها، وهما مشتركتان في قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها. يبقى اذا الشكل ماله؟ اذا الشكل د ب ج ه، اذا د ج ب ه شكل رباعي دائري. شكل رباعي دائري. ده كده كان المطلوب الأول. نشوف مع بعض المطلوب التاني. عايز يثبت إن قياس د ه ب، د ه ب اللي هي الزاوية رقم واحد دي، عايز يثبت إن قياس زاوية د ه ب يساوي قياس زاوية س أ ب. هل احنا عندنا زاوية اسمها س أ ب؟ لا طبعا. فبناء عليه هنوصل عمل إن أنا هوصل السين بالألف عشان يبقى عندنا زاوية اسمها س أ ب. نثبتها ازاي؟ دايما لما بتجيلنا مطلوب تاني وكان المطلوب الاولاني اثبت ان الشكل شكل رباعي دائري، لازم يبقى المطلوب التاني معتمد على الشكل الرباعي الدائري. يعني لازم استفاد من كون الشكل رباعي دائري عشان اوصل للمطلوب التاني. هنستفاد منه ازاي؟ احنا عندنا الشكل د ب ج ه شكل رباعي دائري، فمن هنا هنستنتج ان اي زاويتين مرسومتين على قاعده واحده وفي جهه واحده منها متساويتين في القياس. مين هما الزاويتين؟ هنلاقي ان عندي زاويه د ه ب اللي هي الزاويه رقم واحد اللي هو عايزها دي، بتساوي قياس زاوية د ج ب اللي هي الزاوية رقم اتنين. الاتنين دول مرسومتين على قاعدة واحدة اللي هي د ب وفي جهة واحدة منها، يبقى الشكل عشان الشكل رباعي دائري. طب واحنا عندنا هنلاقي ان زاوية اتنين زاوية محيطية مرسومة على القوس س ب، وزاوية تلاتة اللي هي زاوية ا دي
زاوية برضو محيطية مشتركة في نفس القوس س ب، فيبقى زاوية 2 قد زاوية 3. لما زاوية 1 قد زاوية 2 من كون ان الشكل رباعي دائري، وزاوية 2 بيساوي زاوية 3، فنقدر نستنتج ان زاوية 1 بتساوي زاوية 3، وده كده المطلوب الايه التاني. نشوف بقى مع بعض بنكتبها ازاي. نشوف بقى برهان الجزئية دي كتب ازاي. بنقول هنا بما ان قياس زاوية د ه ب، قياس زاوية د ه ب بيساوي قياس زاوية د ج ب، عشان شكل ماله شكل رباعي دائري، وقياس زاوية د ج ب بيساوي قياس زاوية س أ ب، عشان دول محيطيتان مشتركتان في نفس القوس. فمن هنا استنتجنا ان زاوية ب ه د بيساوي قياس زاوية س أ ب، وهو المطلوب التاني. وبكده يبقى الدرس بتاع النهارده خلص، ونشوف وشكرا ان شاء الله على خير، ونلتقي في درس تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.